لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. خلوهم للعثمانيين باي ذا واي، يعني عشان الدرهم هذه كانت موجوده اصلا من سنين وقرون، وكانت حاكمهم المغرب اصلا اساسا، يعني هم كانوا اصلا متمردين. هذا هو اللي يقول انه الجانب الغربي من الجزائر كانوا اصلا مغاربه. لا، الجزائر كانوا مغاربه، كانوا حكمهم تحت حكم المغرب. نعم. قبل الاسلام من الجانب ايوه ما شاء الله الشيخ متمكن في الله. فخلاص هذا هو موضوع الدرهم، بنتطرق له. والله كان عندي بس سؤال، ممكن انزل؟ كان عندي بس هذا السؤال. شكرا جزيلا. تعرفون تسوون مشاركه للبث؟ ما يعرفون، مصيبه. سووا مشاركه. الاخ كريم 301 بيجو، هذا شركه بيجو. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه أخي. تعليق، عندي تعليق على الصورة. تعليق ولا تعليق؟ نعم، تعليق ولا تعليق؟ لا تفضل سجل. تعليق عادي، تفضل. اللي وده يسجل البث يتفضل، أمور طيبة. شكرا لكم، أنا من المغرب، وشكرا لكم جزيلا. بالنسبة لي الصورة اللي تكلم على يعني الجزائريين، أيوة. نحن نعلم أن الجزائر تسبح على بحر من الغاز ومن البترول، ولكن في الحقيقة هذا الغاز هو في ملك فرنسا. فرنسا هي التي تستخرج هذا الغاز تبقى لاتفاقيات إيفيان، وهي التي تستغل هذه الثروات. غالي، لو سمحت، لو سمحت. نعم. والله العظيم أنا قلت لا أحد يحط نفسه في الموضوع مال الجزائر، خصوصا ان نعرف ان في مشاحنات بين الجزائر والمغرب وتونس وغيره. ف حاول لا امكن لا تخوض في النقاش، لان انا بعرف كيف اخوض في النقاش. وبقيه البلدان العربيه معزومه على البث يعني، بس اخوان المغاربه بس يدعمونا، وهم التوانسه يدعمونا بس بالتكبيسات، تشير البث، غير هذا الشيء. تمام. نعم. الأخت هنادي اسمها المغرب وليس الماروك، تمام؟ اسمها المغرب باللغة العربية الفصحى، أما الماروك فهي اسم فرنسي. طبعا شكرا لك واحترامي لك. شكرا للأخ كريم، الله يسلمك. واسمه شوف اللي يكتب الماروك هذا إنسان أنا أعتبره بعد الحين ما طلعت فرنسا من مخه، تمام؟ فأنت تقصف نفسك، يعني مفروض تمثل نفسك، تمثل دولتك أفضل تمثيل لغة عربية فصحى. الماروك وماروك، اكتب الماروك لين الصبح، أنت تقصف نفسك، أنا ما يخصني فيك، اكتب حتى مرويكوس. هم يا أخي يقولون المروك، مشدد على المروك. باللهجة الفرنسية المنبطحة. نعم. على العموم هم يقولون المروك. الغالي ما عليك، الامور طيبه، كفي ووفي. فشكرا لك كريم على المشاركه، الله يسلمك. نعم. تمام. اللسان مفرنس، هذا هو المشكله. الامور طيبه، ما عليك. جماعه الخير، المشاركه للبث، لان البث صار ينزل، ما ادري لمن هو. البث يرتفع من التكبيسات ولا من المشاركه؟ لا مشاركه ولا تكبيسات، غير شوي يحركون بالتكبيس زين، وشوي بالكومنت، وشوي شير حق الناس بس. ايوه تمام، والدعم خفيف يعني. ايوه خلاص. اللي شو اسمه جماعه الخير، اقول لك جاسم، هل فعلا اللي سمعته انا صحيح، ان رئيس الجزائر قال ان شو اسمه الدينار الجزائري راح يطغى على الدولار؟ صحيح، هو اساسا طغى على الدولار. اوكي. طبعا جماعه الخير، غير الاخوان في الجزائر لا احد يطلب قسط، رحم الله والدين. شيخه ويلكم. هلا الحبيب، اللي يرفع، اللي ينشر البث يرفع البث، نسخ الرابط مش الشير. ايوه نسخ الرابط، خلاص. السلام عليكم. سلام عليكم. نسخ الرابط وحروف بالانجليزي. تمام، انسخوا الرابط يا جماعه الخير. اسمعوا، عليكم السلام. وش قلت؟
أخي العزيز، أخي العزيز، ما لك أنا قلت شيء قبل شوي، ماروكو هي السلام عليكم. مراكش ليست لحظة شوي مسبح. على الراحات يا محارب، على الراحات، احنا مو في معركة. ثواني ثواني بس، ثواني لا 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 يا أخي لا، على الراحات أوضح عشان فقط، افهمك بس شوي. انت قلت شيء، السلام عليكم، تفضل بعدها. ماروكو ايش؟ قلت لك ماروكو مالتها مراكش. لا الغالي، وفرق مراكش تنطق مراكش، ماروك لا لا بالفرنسي، يا أخي، ماروك بالفرنسي. المغرب ما زالت قديما وحاضرا معروفة بالمراكش. تمام صحيح. الحين هم إذا بارك تنطق الله فيك، صحيح إذا تنطق مراكش معروفة. ماروك، تمام لحظة، إذا تنطق مراكش ماروك، كيف تنطق مراكش؟ مراكش كيف تنطق؟ إيه نحن إذا نقول مروك نسبة، يا تمام أخي حتى الأجانب تمام يقولون إذا ودك مروك. تقول مراكش كيف تقولها الحين؟ حتى هي نفس مراكش كمدينة، وش تقول لا الحين؟ أجانا ما يقولوش مروك، يقولون مراكش. أخي قبل الاستعمار الفرنسي كان اسمها مراكش ومدينة فاس، بعد ابوي الاستعمار الفرنسي تتكلم على قام القرن الجنرال الثاني، اليوطي. انت تتكلم على القرن أخي الثاني عشر، هذا تاريخ دومير، انت تتكلم على القرن الثاني عشر. اي لا اي لا، مراكش؟ هنا فقط، هنا فقط هي كلمة المغرب كانت تنطق على المغرب العربي الكبير. اسمها المملكة العربية الشريفة، المغربية الشريفة يا أخي لو يا سمحت. أخي المغرب العربي، لحظة، ليش ما كانت تنطق عليكم انتم المغرب العربي وكانوا يسمونكم باسماء ثانية؟ كانوا ينادوننا بالمغرب الأوسط والمغرب الأدنى والمغرب لا الأقصى اليوم استعمرت في فرنسا، كتب ماذا تاريخ، كانت في كتب لا تاريخ. لا لا كتب، اي لا في كتاب، والله ما اي دينك كتاب، اي بالك، كتاب، ابحث في تمام تمام التاريخ اي كتاب، جيدا. اي كتاب، اي كتاب، اي كلمة كتاب، المغرب ابحث تمام، عن اي كتاب، من اي كتاب اللي كانوا يسمونكم المغرب الأوسط، اي كتاب؟ يا أخي بث يا أخي ابحث في التاريخ والمصادر الموثوقة، بحثت الحين، انا بحثت ما كان في تجد العالم، بإذن الله. الفرنسي، العالم الفرنسي اللي احتل، في احتلال فرنسا للدول المغاربة، والتقسيمات اللي صارت كانوا يسموهم في المغرب الأوسط إلى آخره، ولكن الأصل في أن كتاب المغرب لحدود، كانت في كتاب لحظة لحظة أي تاريخ، عن أي تاريخ كنتوا تسمون المغرب الأوسط؟ أي تاريخ تتكلم عنه؟ هو يتكلم عن تاريخ لحظة، الكيراني عطني تاريخ، حقبة، حقبة معينة، أي ابحث في تاريخ؟ كتاب، ابحث في كتاب حقبة، ابن حقبة، خلدون، عطني في حقبة كتاب عشان ابن أبحث، خلدون، حقبة، حقبة، أي حقبة؟ في حقبة ابن خلدون تلقى في كتاب ابن أي خلدون سنة، يتحدث عن يا المغرب غالي، الأوسط سنوات، عطني في أرقام، القرون الماضية، في القرون الماضية، دعنا أي أتكلم من قرن؟ هذا شوف قرون أخي مرت وايد الكريم قرون، لنوضح محارب لك، لنوضح لك على الراحات، هذا تاريخ توضيح اللي فقط، عن توضيح تاريخ أخي دومير، العزيز بارك الله فيك. تمام يعني هذا باش تاريخ نخلي دومير، الوقت الإخواني، باش نخلي الوقت الإخواني تمام، عندك بعدي. وقت، أنا عندي الوقت، أنا اللي أتحكم في البث، أنت على الراحات، بارك هذا الله تاريخ فيك، دومير بارك الله فيك. تمام، عطني أي المهم سنة نحب يا الإنسان أبو. يكون محترم ويتحدث كما نقول بشفافية، تمام هذا ما تمام بس ارتاح، ارتاح محارب، ارتاح، احنا مو في المعركة الحين. أي تاريخ، أي فترة، أي قرن؟ بارك الله عشان فيك أبحث، عشان أبحث في الكتاب أي قرن. هنالك واحد المؤرخ سوري، هل المقارنة يعني أي قرن في مخك أنت، أي قرن الحين حسب عقلك مثلا، أي قرن تقريبا تتحدث عن المغرب على المغرب المراكش الأوسط لما كانت تسمى الجزائر بالمغرب الأوسط؟ في عبر كل التاريخ يعني من القديم، أي سنة مثلا؟ حتى 1900، يتحدثنا على، إذا تحدثنا على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هنالك أناس يلبسون الصفحة راحت وين أنت الحين من خلدون لزمن المغرب. محارب، محارب الغالي، وين وصلك لزمن الرسول؟ خليك قريب، خليك قريب صراحة، وش وداك لزمن الرسول؟ أنا فقط يا أخي إذا خليك في، خليك في 1700، خليك في 1600، 1500، 1400، أنت وين رحت؟ هو يوصل، هو يبغى يوصل لزمن آدم يا جاسم. أخوي محارب على الراحة، لا لا يا أخي، شوف شوف على الراحة، لا يا أخي لا لا، الحين شوي 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 شوي، شوف أنا وأنت خلنا نسوي نفسنا ما نعرف شيء، تمام؟ نروح على الراحة شوي، بارك الله فيك، تمام، نقطة نقطة، تمام؟ أنت أول شيء قلت أن المغرب كان ينطق ماروك، انطق على مراكش، هذه مملكة مراكش والخرابيط هذه اللي قراكم دومير، هذه غير عن ماروك، كلمة لا 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 ماروك ليس دومير، تمام ليس تمام، دومير، خلينا نكمل، خلينا تمام، خلينا نكمل، دومير بس هو أكمل، عالم، تمام، عالم ايش من دومير هذا عندي في بث، شاخطنا شخط دوم، استغفر مو بشخط، لا حول ولا قوة الا بالله، دومير، دومير هو عالم في 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 مجال البيطرة يعني، ليس بيطرة بس، هذا صدق، صدق هو كي يتحدث على التاريخ بالعقل، المصادر الموثوقة، تمام، بالعقل وعلى الراحة، وانت تبحث الحين بالعقل، بالعقل على الراحة، تمام، طب أجل، الحين أجل. معنى ماروك معناته مراكش، أجل، وما معنى مراكش؟
واحنا لا نسبهم يعني ماشي ما عمامي بسبه ما في مسبه انت تسب نفسك يوم تنطق بالفرنسي يعني ليس المسب بالاجيال والله يا اخي نعطيك معلومه فقط الجزائري يوم يتكلم فرنسي هو يسب نفسه بس عره شوف الغالي الجزائري يوم يتكلم فرنسي هو ما يسب حد هو يسب نفسه هو يعترف بالمستعمر هو يعترف بلهجه المستعمر يعترف بلغه المستعمر فهمني كيف؟ فشيء ثاني اذا انت تنطق لحظه اذا مراكش اذا مراكش تعني ماروك تمام هذا ليس له علاقه بي واسمه من يا محارب يا محارب هذا بينك وبين المغاربه ما يخصني بس ثواني بس ثواني بالعقل انت تعرفوني انا انسان عقلاني على الراحات ما بدي اروح فيك في تاريخ انك تضيع لانك رحت على السريع هذا يحسب لك ما اقوله تمام شوف الحين ماروك معناها مراكش صح؟ اجل مراكش ما معناها؟ الله اعلم يعني هذا التاريخ ومحلولنا من الاسلام ما عنديش معلومه غلط حتى ما في ترجمه لها ماروكا اصلا ما في ترجمه لها في معجم الوجيز ولا في معجم الاجانب ولا هم يحزنون وهران مثلا وهران من اسماء الاسد محارب محارب انا في عندي لك سؤال يا محارب مراكش الله اعلم خليه محارب خليه يجمع خليه يكمل خليه يكمل سوق الاسود عندنا مناطق في الجزائر كيما نقولوا قسنطينه هي سيرتا عاصمه نوميديا قديمه حسنا عنابه في البلدين اعطيك معلومات هو عندك معلومات صراحه هو عندك معلومات معلومه التاريخ ما شاء الله عليك تبارك الرحمن اخي عندك معلومات بس اخي معلوم بس نوضح لك معلومه فقط مو بالمكان الصحيح يزاد ضربه بس نوضح لك معلومه فضل. ان من اسس المغرب الحديث اللي راك تشوفوا اليوم مملكه مراكو هو جنرال فرنسي اسمه ليوطي هم عندهم اسمه عندهم تيم تمام عندك عقده عندك عقده تنطق كلمه المغرب لازم تقول مراكو عربي عندك يعني خلاص مدمره يعني الاخر ما عنديش عقده اسال السؤال يا الشحي اسال السؤال انت قلت انهم اوكي انا عندي محارب انا عندي سؤال دام هذا الجنرال محارب ما دام انت جزائري حر ما دام انت جزائري حر يا محارب انا بسالك سؤال تمام خلينا انت ما دام دخلت في العصور الوسطى والحدود والى اخره خلينا نمشي في الواقع تمام خلينا من كلام الناس وخلينا من الاحتلال وخلينا من كل شيء سين من السؤال قبل دخول الاسلام اوكي لا. لافريقيا احمد اين كانت امتداد المغرب من بدايتها لنهايتها تفضل جاوب جاوبني هذا السؤال ان كنت أمازيغية إذا كنت أمازيغي راح تفهمها وإن كنت جزائري حر راح تفهمها وراح تجاوبها صح تفضل افتح المايك الأخ محارب اضغط على المايك يفتح معك شكرا حبيت نقول بلي تحدث على الخرائط القديمة أم خلي الخرائط القديمة وخلي أنا أتكلم في لغة البشر مش لغة أتحدث على يعني لغة البشر تمام أنا سؤالي واضح أين كان امتداد أوكي الدولة المراكشية في بداية عصورها في ما قبل القرون وقرون الإسلام ما قبل الإسلام بقرون أين كانت امتدادها هي قبل مراكش هنا فقط مراكش ليست ببعيدة يعني كانت موريتانيا يعني تما يعني انت تتكلم في على قولتكم انتوا بالخوال الخاوي شوف امتداد الدولة المراكشية كانت امتدادها من جنوب سيناء لحد ما وصلت موريتانيا وما وراء موريتانيا تمام هذه نقطة ما عدا مصر الوحيدة لحظة دقيقة خليني أكمل لك ما عدا مصر لأن كان لها شأن خاص وكان لها دولة خاصة مكانة خاصة زائد أن هذه أنتم مسمياتكم في دول الموجودة حوالين المغرب بمجلس المغاربة أو بالتعاون المغربي لماذا سميتم بهذا الاسم ورضيتم بهذا الاسم لأنكم أصلا تابعين دويلات تابعة لحكم المغربي
فلا تتناقض نفسك وتناقضني أنا وتناقض التاريخ وتناقض الدين. حتى في الدين الإسلامي غزوات الإسلامية انتشرت من المغرب لحواليها وما بعد المغرب لحد ما وصل الشحي. الشحي شوف مثل هذا أنا أقول لك دوم هم اعترفوا يا جاسم على نفسهم ان ان انهم من 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 جامعه الدول المغاربه. لحظه اللي هو قال شيء شوف قال شيء دوم كل الجزائريين يرددونه نفس الشيء. قال مؤسس المغرب جنرال هو يتكلم عن التاريخ متى اسس المغرب اي سنه 56 ربما. وش كان يسوي الملك جنرال يوطي؟ ابحث عن جنرال يوطي. انا يا اخي بروح وياك بهذا السياق. تمام من قبل الجنرال ليوطي او في زمنه من كان الملك المغربي؟ كان عبد الرحمن مانيش عارف اسمه ربما عبد الرحمن ولا شيء. وكان الشعب غالي. يريد يعني انت قالي التاريخ الغالي زمن الخطابي. زمن الخطابي صباح الخير. وش خطابي ما خطابي صباح الخير. من اللي طالب باستقلال الجزائر في الامم المتحده؟ اي ملك طالب بها اخي؟ سلاح 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 الملك الملك اللي طالب في الامم المتحده باللغه العربيه منو؟ وش عبد الخطابي ما ادريش طالب كان بنزين متعاطي زطله الجزائريه. هل انت متعاطي زطله بيني وبينك؟ متعاطي زطله شيء متعاطي غرا الغالي محارب صباح الخير. فشلت نبوي خجلت مليون جزائري. انت ايه بالخطابي يا اخي؟ انا اتحدث في الحقيقه. انزين متى هذا الوقت اللي كان فيه هذا التاريخ سهل تمام. الوقت اللي كان فيه هذا الجنرال على الراحات الحين كان في ملك اسمه محمد الخامس ولا لا؟ ايه وش قول لي در ابوه ابو محمد الخامس منو ابوه؟ كان ابوه الحسن ابن الحسن مدري قبل المصطفى مدري هشام مدري ابنه هذاك الحسن ابن محمد. ما ادري ابن الحسن ولا ابن محمد. فهو أب محمد فهو عبد الرحمن اللي جابوا الجنرال. هو عبد الرحمن من هو؟ لحظة والغالي يا أبوي يا أبوي اسمع المغالطة اسمع المغالطة. يقول لك اللي جابوا الجنرال بوي جابوا جنرال ليوطي فعلا جابته في فرنسا وجابت أوكي. من وين جابوه؟ من وين من وين جابوه؟ من وين؟ من السماء. هرب هو هرب للخارج لأن الشعب كان حاب معلومة جديدة صراحة. أجل أجل ابحث في التاريخ فقط يا ليش قالوا لك بوتفليقه شو؟ جماعه الخير حد يسجل البث رحم الله والديك حد يسجل البث سجل يسجل البث. جبته فرنسا من وين جابته؟ من وين؟ لحظه من وين جابته؟ على يدو رجله تمام على الراحات. من وين جابته؟ يدو رجله يذلوا فيهم. من وين جابته؟ تمام بس من وين جابته؟ تمام من وين؟ من ارضهم من فرنسا. هو هرب لفرنسا. هو من هرب فرنسا لفرنسا. هو فرنسي. معلومة جديدة يا جماعة سووا لي خليكم. هو يقول هرب من فرنسا لفرنسا عندما يبدع الجزائري عندما يقرأ الجزائري التاريخ. أن المغرب أسسها الجنرال ليوطي. أنا فرحت قاسم أنا فرحت من شفت محارب الصحراء قلت هذا هو البدوي اللي بيعطينا الكلام الصح. طلع شيء ثاني. أبو علي تفضل. جاسم محارب لحظة أعطي المجال تفضل. أنا والله أني ساكت صراحة. أنتم تدورون شيء قريب ولكن ودي أنه هو بما أنه يفهم في التاريخ ودي يتكلم عن إدريس الأول. محارب تكلمنا عن إدريس الأول كان عندك خلفية بالنسبة لتاريخ المغرب. نتحدث عن المريين عن زيري بن مناد. لا إدريس الأول بعد وفاته من مسك سلاسة هنالك بعد المحمدية العاصمة المحمدية الأولى. أستاذي أنا سألتك سؤال أنت تقول تاريخ المغرب قريب. أنا سألك عن إدريس الأول. تاريخكم في الخليج أسسوا خل تاريخنا في الخليج نتعلم تاريخنا في الخليج. أنسى تاريخنا أنسى ما عندنا تاريخ إنسان. أنا سألتك تاريخ أنت تتكلم أنت عن تاريخ المغرب تتكلم عن الملك محمد الخامس والحسن الثاني. لا أنا أبغاك تتكلم عن إدريس الأول سنة 789. يعني أنت تعرف ذا التاريخ ما قد مر على الجزائر نهائيا. تمام مر تاريخ مشرف على الجزائر أخي. إيه من 789 أنت لحد الآن ما عندك تاريخ. من هو إدريس الأول تعرفه ولا ما تعرفه يا محارب؟ نحن التاريخ
تعرف نحن ما تاكلنا عيش. تكلم عن التاريخ طيب البلدان العربيه يا اخي. تعرف ادريس الاول ما تعرفه؟ سالك سؤال، تعرف ادريس الاول ما تعرفه؟ الجزائر تعرف ادريس الاول ولا ما تعرفه؟ ابو علي تسمح لي اتحاور معه عن الجزائر طيب ما دام يتهرب على السؤال. خليه يجاوبك اول شيء المحارب، تعرف ادريس الاول ما تعرفه؟ ما حصل ليش الشرف. طيب ممتاز، ادريس الاول ما تعرفه. طيب تبغى نتكلم عن تاريخ الجزائر؟ لحظه بطار، تعرف لي ما يحصل؟ تعرف من ادريس الاول؟ هو اللي اسس الجزائر في الزمانات. ليش صحيح. ما يحصل لك الشرف؟ هو اسس المغرب العربي. ما حصل ليش الشرف اني تعرفت عليه، هذا ما كان على يعني اسمه ما حصل لي وليس ما يحصل لي. اللغه العربيه عندك شوي بلاتات. تعرف انه ادريس الاول، ادريس الاول هو اللي اسس الدوله النوميديه. لا مستحيل ادريس الاول ما اسس لا هو اللي اسس الدوله من زمان في العصور الوسطى. ادريس الاول في الجزائر هو اللي كان يحكم من الجزائر، كان يتحكم في المغرب وتونس وليبيا. بويا افيتي لمسان شو بعدها ذهب الى المغرب ما هو كان يحكم هو كان ألم تكونوا لحظة جاسم خلينا نكمل صحي. هو كان حاكم في الجزائر. إدريس الأول من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام ربما. لا صحيح ما أدري به بس لا لا صحيح صحيح. لا من أساس من سلالة الرسول من الجزيرة العربية من سلالة الرسول. هو بويعة مدينة ما يسمى بالصيف حاليا، ما بيسمى بالصيف حاليا مدينة مكان الطيف. لا 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 في قرية تلمسان أخي كريم. تلمسان ما أدري يمكن تلمسان بوي عبد تلمسان بوي في تلمسان بعدها ذهب إلى المغرب. خلاص بطر كمل مداخلتك وانسى المعلومات اللي قلت لي كلها غلط. تفضل. طيب أقول لك محارب ما عليك من جاسم ما يعرف التاريخ شيء. جاسم خليك معي بطر. شوف أنا في نقطة بس أوصلها. الجزائر ما قبل الإسلام سنة 6 هجرية و5 هجرية ماذا كانوا يعبدون؟ دين والسؤال ها؟ المسيحية. لا خلي المسيحية في ديانة ثانية كنتوا تعبدونها شو هي؟ قبل المسيحية هاي كانوا بربر، كانوا لا يؤمنون بشيء اسمه القتل. لا كانوا أمازيغ. لا خلي اسمهم أمازيغ مش بربر، سموها الرومان أوكي؟ لا لا ولكن اسمع لحظة دقيقة خلينا أكمل لك المعلومة دقيقة بس. كنت بتعبدوا شيء اسمه النار، وكانوا تعطوا فدا للنار. فهمت هيك؟ كنت تعبدوا النار، حرروكم المغرب بعد إسلامها ودخلوكم الإسلام عن طريقهم. لا تمام. سنة 6 هجرية قبلهم. سنة 6 هجرية يعني شو سنة قبلهم؟ هم اللي أسلموكم. لا الإسلام مفتش. شوف الجزائري يقول لك جانا الإسلام حتى لو يقول لك جانا الإسلام من إسرائيل بس الإسلام لم يدخل إلا عن طريق المغرب. شوف اللي أنا يوم قلت له زين محارب عقبة الغالي عقبة يا عقبة لحظة ثواني وين مدفون ابن عبد الأمير عبد القادر أو الأجير عبد القادر؟ وين مدفون ابنه؟ دفن أول مرة في سوريا بعد جابوا رفعته إلى الجزائر. وإذا قلت لك إنه موجود في مدينة تطوان المغربية؟ يا أخي وإذا جبت لك إذا جبت لك الدليل إنه مدفون في مدينة تطوان المغربية؟ عادي هذا رفعت يعني رجل تمام. شوف الغالي التاريخ عندكم سبحان الله في النحد لعب في الإعدادات. الغالي أنت في صدى يا أبو علي من عندك؟ لازم ينقص صوت التليفون الرئيسي، ينقص الصوت منه. محارب أنا في صدى بطار بنجي ثواني الحين خلنا نروح على قد مستوى تمام. افتح المايك بطار عادي. استغفر الله الحين بس عيد الجملة يا محارب. وين هرب محمد الخامس؟ نعم محمد الخامس وين هرب؟ القمر. لا خلي القمر. وين هرب يوم جابوه الفرنسيين؟ لا مش الخامس، أبوه طار من فرنسا وهرب لفرنسا. لا هربان من فرنسا. المغرب كان وش كان اسمه؟ الثورة. وش كان اسمه؟
اسمح لي عبد الرحمن الله. ماذا اسمه؟ مولاهم عبد الرحمن. مولاهم عبد الرحمن مولاهم عبد الرحمن أجل. تمام. لماذا هرب؟ منو هرب؟ من منو هرب هو؟ هرب من المقاومة الشعبية. أي مقاومة شعبية؟ ضد منو المقاومة؟ الشعب المغربي قام على الملك وأراد قتله. أفا إلى فرنسا. فرنسا دخلت المغرب رجعت رجعته وياهم. سبحان الله الغالي. وين قريت الشيء؟ كانت مدينة جاسم. شكله مفعول السجائر المضروبة هاي. لا انت تدخن سجائر تهريب ولا؟ لا يا اخي انا مندخن. لو كنت تدخن مندخن والله مندخن. تمام الحين تتعاطى شيء؟ لا لا اخي لا نهائيا. صلي والله رسول والله نصلي والله تصلي والله نصلي. سبحان الله. اي قبلة وين تعرف؟ يعني الامور طيبه يعني. مكه المكرمه طبعا. الحمد لله الحمد لله. هذا شيء جيد الغالي. هذا عبد الرحمن يتكلم عنه. اي مقاومه شعبيه ضد منه؟ هو الملك صحيح. كان الملك وقامت مقاومه ضده مثل ما قامت ثورات عربيه. تمام التي تقوم ثورات عبر التاريخ. تمام. قامت فرنسا بحمايته. ايوه صح. اي سنه تتكلم انت؟ اي سنه؟ في وقت الحرب العالميه الاولى او في ذيك الفتره. الحرب العالميه الاولى سامية. بس كان في الوقت وقتها كان المغرب تحت الحمايه. جاسم سأل سؤال جاسم. من اعترف بامريكا الحين؟ عبد الرحمن الحين عبد الرحمن كان سلطان ولا ملك؟ ربما سلطان يا ملك. مهم الحين انت قريت التاريخ مقطع ولا كان عندك تشويش في الرادار الحين؟ تمام تمام. على الراحه على الراحه. وش تقول؟ عليه يقولوا الخامس والسادس لان مثل حتى فرنسا حتى اسبانيا عندهم فيليب الثاني فيليب الاول الملوك على مر التاريخ. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. لان الملوك على مر التاريخ اي ملك يمر لازم تعطي رقم واحد واثنين وثلاث وانت ماشي صح. مثل اسبانيا حتى في شعار تاعهم الملك الوطن. هذه اي ملك مو حتى في الممالك كل الممالك اللي في العالم حتى الدول الصغيره سلالة اللي السلاله لازم السلاله واحد. هل تعلم ان المغرب يعني تعاون مع الفرنسيين ومع الاسبانيين ضد الجزائر اللي محاربه؟ سبحان الله صدق؟ بسم الله والله العظيم. هذا وزين هذول المجاهدين اللي كانوا يغذونهم في وجده وش كانوا يسوون في وجده ويسلحونهم؟ لا 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 ليس وقت المجاهدون يعني من زمن الحقبه الاسلاميه وتعال الحقبه الاسلاميه امرين. كانوا دائما متامرين مع الصليبيين ضد المسلمين. سبحان الله. بس المغرب كان يحكم اساسا في الجزائر وقتها يتعامر حق وقال مؤرخ سعودي. مؤرخ سعودي سبحان الله. هذا تمام. بس وقتها المغرب كان يحكم لنهر السنغال يعني يحكم في حتى في الجزائر يتآمر مع منو ضد منو تعرف؟ أيهما أقدم أمريكا أم المغرب؟ الجزائر. أيهما أقدم أمريكا أم المغرب؟ الجزائر فرضت الجزية على أمريكا بينما المغرب اعترفت فرضت الجزية على أمريكا. وإذا كانت المغرب هي اللي اعترفت في أمريكا عشان تدخل في 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 دولة معترف لها دولياً. يعرف الشيء ولا ما يعرفه؟ تعرف أن المغرب هو من اعترف بأمريكا؟ تعرف أن المغرب هو من اعترف بأمريكا؟ أجل طبعاً هو اعترف بهم. وإحنا معناته المغرب أقدم من أمريكا. أقدم من أمريكا يعني متى يعني؟ أمريكا حديثة. معنيك أمريكا في 1700. حديثة أمريكا. معناته يعني قبل اليوطي صح؟ ها قبل اليوطي فعلا صح. معناته يعني المغرب كان مؤسس من زمان. بس معلومة جديدة ان صار قبل المغرب صراحة. خلاص فهمت الحين معناته انت فهمت اخي؟ فهمت ان اخي من قديم الزمان يتآمرون ضد المسلمين مثل ما يحدث الان يتبعون ما اسرائيل. ايوه المسلمين. منو المسلمين؟ الله اكبر الله اكبر. خلاص بتار تفضل تفضل الشحي. خلينا ننسحب. انا تعب. خلينا ننسحب كرامتنا. خلينا ننسحب. هذا مستوى اكثر من مستوانا. تفضل بتار. لا يعني نكبتوني الحين يا رجال طلع متعلم بلشتوني انا معاه. خلاص حالك اخوي محارب. حاسب عليه حاسب.
اخبارك طيب؟ وانا في رقبتك يا بتار. بس لا لا بس الحمد لله اخي كريم. سؤال بس، انا رجل ابغى اتعلم في التاريخ الجزائري بس تركني من المغرب. جاسم هذا صراحه دايم يورطني، ممكن نتكلم انا عن تاريخ الجزائر؟ اجل ممتاز. سليم التومي نبغى نتكلم عنه. اليهودي الجزائري. استغفر الله، صار يهودي سليم التومي. اخي انت بعرف انت درست وين ولا اي كتاب قريت سليم التومي؟ تريد ان تقول؟ انا قلت ما اريد ان اقول، وانت عدتها لي 10 مرات وما عدتها لانك واضح انك تعرف من اقصد. بس هو متى كفر؟ ما قالوا لي انه كفر. كله منك يا جاسم علمت انك سليم التومي كفر. تفضل. سليم التومي اللي مات في اسرائيل؟ لا، اللي خنق على الرجب البروس في الحمام وهو يتوضا يصلي الفجر قبل ما يتوضا. قتله في الحمام خنق. السلام عليكم ورحمه الله. عليك بطار. وعليكم السلام ورحمه الله. ايش قصة ام الصحاري انت مطلعها لي يا ابو علي؟ تفضل اخوي غالي، بس دقيقة خليني اسال محارب بس بعدين برجع لك. دقيقة يا اخوي، خلينا في الجزائر وحكومة الجزائر. انت ايش فيك انت قمست على انت كفرت سليم التومي الحين؟ تبيني احدثك على القراميط؟ يعني كان قصدك كنت حسب تحدث عن ثواني على المقاطعة. يا جماعة الخير مشاركة للبث رحم الله والدينكم، الكل يسوي مشاركة ولا توقفون التكبيسات، خلكم من التعاليق شوي، شيلوا القلم. تكبيسات لنا الاخ محارب يبالا انرجي يبالا غالي غالي مغربي صح؟ شو؟ غالي ولد الصحراء مغربي صح؟ لا اسباني. لا لست مغربي من الصحراء الغربيه، لكن اسالك جاوبني يا اخي جاسم. اديك الفرصه ثواني بعد شوي غالي ثواني. محارب تفضل. الاستاذ ابي طالب تفضل اذا ودك تفضل تشرف. كمل مع محارب، كمل محارب. انا ما راح اخذ الا دقيقتين بس او دقيقه بس. جاوبني محارب، سليم التومي افتح جوجل بسرعه معك وقت. سليم التومي احكي لك. احكي انا يا خانم ماني بجزائري، نعرف القراميط اللي انا سالتك عن حاكم ربي انا انا سالتك عن حاكم الجزائر مسلم كفرته وطلعته من الدين وطلعته من الجزائر هو حاكم جزائري ولا تعرف سليم التومي؟ ما سرقش الحجر الأسود. ما أدري هو مكة كان عندكم قبل كذا؟ وقتل الحجاج لا حول ولا قوة بالله. أنت شو متعاطي؟ في المكة. سؤال أنت شو الحجاج في المكة؟ أنت إيش تستخدم بس سؤالي؟ أنت سألت سؤال مفخخ فأنا رديت عليك. أنا سألتك عن حاكم دولة. سؤال ملغم وليس مفخخ. سؤال ملغم. فانا رديت عليك بالنووي. لا لا ثواني يا اسمع يا رئيس كوريا الشماليه. ثواني على الرعد يا محمد. صدق كم عمرك انت؟ كم عمرك؟ انا عمري 20. الغالي كم درست؟ ما هو مستواك؟ ما درست يا الله. دكتور انا في جواتي ضربت صراحه. الله اخوي الغالي والله العظيم اني استحيت اني تدري. شوف ما ادري وش تعرفني ولا ما تعرفني بس انا معروف والله ما حصل لي الشرف اخي الكريم. ما تشرفين يا اخي، انا والله غير كل عرب اخواتي واحنا لا لا هذا مو قصدي يعني لا لا ما كنت ما كملت مداخلة يعني. اسمع الغالي الغالي احنا يد واحدة بس انت وياك والله العظيم لو كنا يد واحدة كان وديت نفس 60 داهية لأنك لا ما أدري كيف قريت التاريخ بس واحدة راح نقول لا إله إلا محمد رسول الله ونحن ما لا تفجر لحظة وش لا لا يعني كيما نقولوا ثواني 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 بسيطة يعني ما فيها حتى. أول شيء ليش ما درست أنت؟ ما درست لأن التاريخ احنا نتكلم صدق، احنا ما نتمسخر، لأن أكلمك بشخصك وأحترمك بشخصك يعني. لماذا لم تدرس؟ ظروف احترم ظروفك واقدرك ولك كل الاحترام شكرا على احترامك وشكرا على اسلوبك المحترم بس رحم الله والدينك. نصيحه من اخوك والدينا والديك نصيحه من اخ عربي مسلم لا تخوض في نقاش تاريخي مع احد رحم الله والدينك منو ما كان.
والله صح خذ المعلومات هذه اللي جايبينها نقول لهم افتري كذيبا تمام اسس المغرب قلت لك القرموطي سرق الحجر الاسود وقت تمام الحين انت بلسانك تقول انت بلسانك تقول ان المغرب هو من اعترف بامريكا تمام معناته المغرب موجود من زمان قبل ما ياسسها الجنرال اليوطي كي كانت مراكش كان عندها تاريخ ليش امريكا ما تقول مراكش وتقول مروكو لانهم هم بالان رجعوا مروكو باش يطمسوا التاريخ هم الامريكان كل الغرب يعني ما راح يحبوا بس الا الجزائر اللي مع حق يعني كلها اوروبا كلها يا جارحم كلها المغرب ومراكش الا الجزائر مراكش الله فيك يا عارفه مراكش مروكو ماروك تمام تمام اخوي او ماي جودنس اخوي محارب الحين امريكا غلط الغرب غلط الخليج غلط مصر غلط طبعا امريكا غلط امريكا حتى يعني وتشد المصر المهم خلاص الحين كلهم غلط الا الجزائر هي اللي تعرف التاريخ طبعا الجزائر شرف الامه محارب الصحراء تعرف واحد في مثل يقول لك اشخاصك العريان قال لك خاتم يا مولاي صح لا لم يقل خاتم قال شرف ورجولة اوكي شرف ورجولة صحيح والله العظيم يلزمك شوية يلزمك من ذا الشيء شوف اذا ودك القصف تعرف اني في عندي مود بتشغله والله عندي اوبشن في محارب عشان شي سألتك إذا تعرفني إذا عشان شي سألتك إذا تعرفني ما أعرف إيه خي تمام غالي لحظة شوي محارب عشان شي أنا سألتك إذا ما تعرفني عندي مود اسمه أو أوبشن أو بالفرنسي أوبشن أو خيار إذا شغلته حق القصف إذا مثل ما تمرر أنت يوم سألك هذا قلت له لازمني شرف ورجولة وهذا الكلام من تحت الدف ومن تحت الطاولة وتمرير المغالطات من تحت الرمل والله العظيم فيني أطلع لك سحلية من تحت البحر فيني أقصفك عشان شي سألتك أنت دارس ومحترم ومو بدارس وغيره وخليتك بشرف وناقصك باحترام لأن فيني أقصفك والله العظيم توصل لساوث أفريقيا فعشان شي خلنا بدون شخصنة المواضيع تمام وكلم الرجل مثل ما يكلمك وخلك مع بطار بطار يتورط فيك خلى بطار يتورط فيك انا ما دخلني يا لا تورطت وخلصت لا يا اخي يعني بند المايك لو سمحت بند المايك خلنا نشوف ورد الصحراء تمام شكرا على احترامك ما ادري انت بند الصحراء الغالي تمام انت اغلق المايك معناته يعني بند هي اغلق المايك او سكر المايك او ما ادري ولد اسبانيا تفضل السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام جاسم انا والله ما نسمح لك هذه الكلمه ان تقول لي ولد اسبانيا ما نسمح لك يوم ان شاء أين الله عند اين تعيش اين شوف تعيش اسمح لي اين انا تعيش؟ شوف لا انا شوف اسمح لي لا يهمني اين اعيش انا شوف انا اصلي من الصحراء الغربيه لكن شوف اللجوء السياسي شوف او اسمح خليني اتكلم وين خليني لا تقمعني خليني اتكلم ما اقمعك انا اسالك بس اين خليني اتكلم اين تعيش انا اقرا في اسبانيا ولست اسباني تمام اقرا, أين أقرأ معايا اماراتيين هل هم اسبانيين معايا امارات يكتت ولد دول الامارات عندها خير اماراتي وعنده سفاره اماراتيه في اسبانيا اسمح لي خليني ألقي تحيه على المتابعين اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم بس انا خليك من المتابعين انت من وين اللهم احفظ الجزائر من كل سوء ومكروه اولا يا اخي جاسم من ليس لديه تاريخ ما يحفظ امر الله يا اخي جاسم الامارات تاسست 1971 لا ليس لديها اي تاريخ الامارات ليس لديها اي تاريخ هذا ما يقلقك يا جاسم الامارات مو موجود الامارات ليس لديها تاريخ اكلمك من الفضاء الجزائر والله العظيم انها اشرف منك ومن المغرب وتقول المغرب من اسبانيا ويقول ان من الصحراء وش دخلها في الجزائر هذا وش دخلك يا جاسم تتكلم عن الجزائر ابحث عن شيء اسمه منطقه الغبراء هل انت وتقول المغرب اعترفت بامريكا سنه 1960 وتقول ان امريكا ان المغرب اعترفت بامريكا هل انت جزائري يا اخي قبل 1956 لن تكون هناك شبشب هذا متعاطي شم حذاء شيء رياضي الغالي انت من الجزائر
أنا لست جزائري لكن يشرفني أن أتكلم عن الجزائر بخير. لست مثلك. أنا أقول الحقيقة. أنت جزائري رحت إسبانيا وقلت لهم أنا من الصحراء الغربية مضطهد ومذكور. أنا لست جزائري يا جاسم. أنا عارف. أعطوني معلوماتك. أعطوك لجوء في إسبانيا عشان قلت لهم أن عندنا حرب. لا تقمعني يا جاسم. خليني أتكلم. لأنك لست خليني. إذا جزائري تكلم بلسان جزائري، إذا مو بجزائري تكلم عن جزائر. لا تتكلم بلسان. خليني نتكلم. خليني نتكلم يا صاحبي. يا اخي الجزائر انا تشرفني. انت جزائري واحد. تشرفني الجزائر اكثر منك. تشرفني الجزائر. انت جزائري ولا لا؟ هذا ايش فيهم متعاطين نفس النوعيه؟ يا جاسم الامارات ليس لديها تاريخ. ليس لديها تاريخ. تمام. لماذا تتكلم الجزائر اكبر منك؟ انت جزائري. احنا ليس لدينا تاريخ. العالم ما عنده تاريخ. هل انت جزائري؟ بطوشي بطوشي. ليس لديك تاريخ لأنكم تأسستوا 71. ما عندكم تاريخ. الإمارات ليس لديها تاريخ. لا تقارن بالجزائر. سين السؤال الغالي. سين السؤال. الإمارات ما لها تاريخ. أوكي قلنا ما في تاريخ. أوكي بمشي على قد عقلك. تمام. لما 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 صار احتلال بريطانيا. ليس بعقلك. هذه حقيقة يا أخي. هذه حقيقة. الإمارات ليس لديها تاريخ. اسمع الكلام للآخر رجال. تأسست 1971. كلام رجال. أما تسمع كلام رجال. اسمعني. أما تسمع كلام رجال. أكرم النقاش ولا بمسح فيك الأرض. أيوة. أمسح اسمع كلام الرجال. ولا تقاطع الرجال. لأن احنا نمضي على صغار يا سيد نكلمك. احترم البث مثل البني آدمين. أيوة. أخذوا عطاء. بريطانيا متى احتلت الهند؟ شوفوا بريطانيا متى احتلت الهند؟ تمام؟ في 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 دائرة من الحقبة من الزمن بين الاحتلال الهند بريطانيا. أول شيء التاريخ. خلي يعرف أول شيء جاوبك على التاريخ اللي تم احتلال فيه الهند. تفضل. فهمت علي؟ ما بين هذا التاريخ. خلي يجاوبك أول شيء. قافلات ما بيجاوب لأنه ما عنده تاريخ أصلاً. ثاني شيء. قافلات إماراتية، أوكي، اللي هم القواسم ضربوا في حقبة في حقبة هذيك الأيام في 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 سفن بريطانية ودمروها تدمير ورجعوا. الشحي أنت تشرح حق منو؟ زين، فالمنطقة اللي تتكلم عنها أنت، أوكي، إن الإمارات اللي ما فيها تاريخ، ابحث عن منطقة الغبراء اللي هي الإمارات. في تاريخ حقبة من الزمن ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام وماذا كانوا مشهورين في صناعة الذهب وفي صناعة السيوف وفي صناعة معرفة وإلى آخره. يا أخي الإمارات أمشي في زمن حقبة كبيرة جدا يا الإمارات. أنت ولا عندك خبر في الدنيا. كانت دولة قاحلة عن رمال. ليس فيها الغالي شوف حنا أنا والشحي اعترفنا أن حنا لسنا موجودين. ما هي مشكلتك الحين؟ وهو الإشكال وما ليس له وجود. لماذا تتكلم عن سيادتك الجزائر؟ الجزائر شرف الجزائر هي شرف كل عربي ومسلم. الجزائر يا أخي لماذا تتكلم عن الجزائر؟ أعوذ بالله. الحين حنا هل سمعت حنا نفتخر بتاريخنا؟ هل سمعت أننا نتفاخر؟ لأنه ليس لديك تاريخ تفتخر به. لأنه ليس لديك. لو كان لديك تاريخ. طيب يا جاسم. كنت تكلمت عن وضعك وتضع عنك الجزائر يا أخي. أنا أتحدث كرغولي. تدري شو مهم حياتي ما الحين. كنت بطلع المود الثاني على شوي. لا ما طلع مودك حبيبي. أنت قلبي يا عمري. اصبر. أتحداك يا غالي يا ولد إسبانيا. بس لقبك الشحي لازم نتفق على شيء. بطار افتح المايك لو سمحت. تمام. الشحي لازم نتفق ان احنا مثل ما يقول هو نعترف هذا اعتراف. تمام. احنا لسنا موجودين. ما عندنا تاريخ. تمام. خلاص عشان ما نروح. لا خلصنا يا غالي. اعتراف حقيقي. هذا حقيقي يا جاسم. لا ليس لدينا ولا نتفاخر بالتاريخ. تمام. ايوه انا اتحدث. ولو كان لديكم تاريخ لكنت الان فاتح لي لايف وتتكلم. لكن ليس لديكم تاريخ. وش اسوي بالتاريخ؟ انتم تتكلمون على. طيب اخوي غالي اخوي جاسم تتكلمون على شوف راعي التاريخ تكفون. الجزائر غالي شرف العالم. الجزائر الدولة بلد. انزل تحت وكبس. تعرف تكبس؟ انزل كبس تحت. تعرف تكبس؟ انزل كبس. انت جاسم. طالب لجوء باسم ناس ثانية عايش تحت رحمة الإسباني. شوف أنا السبع جاي تتكلم. أنا أفتخر بلقبي. شوف أنا أفتخر بلقبي من أصول عربية عريقة ومعروفة على مستوى الوطن العربي كله. الشحي جدك السابع لو سمحت. جدي السابع هو شو اسمه سالم بن محمد بن علي الشحي. بطار
يدك السابع شريد شريد ابن خالد. تبون اسم العائلة؟ اسم العائلة معروف فكني منه. أنا 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 أعطي أنا أعطي اسم عائلتي واسم قبيلتي. اسم عائلتي المهبوبي واسم قبيلتي الشحي وانقلع. يلا تمام. شو شو مستوي؟ ما بخاف من حد. يدي السابع عبيد السدراني من قومال علي. زين هذا أنت أنت عندك سابع. أنا تعرف كم عندي 15. حنا نعرف حنا نعرف أجدادنا السبع. أنت أتحداك. أنا الجنسية عندي ما مكفي الاسم. الحين هذا ما يعرف حتى جده كارلوس. يا ريال يا ريال أنا جنسيتي جنسيتي والله 15 جد عندي. مو بقادر مو بقادرين يحطون اسم بالكامل يختصرون. لا قوة بالله. إنسان إنسان رخيص مستوى يعني يتكلم طالب لجوء تحت رحمة الإسبانية يتكلم على الدولة على الدولة باقتصاد باقتصاد 10 دول من مثاله. استغفر الله العظيم. قال الله قال الرسول كلكم من آدم وآدم من تراب. والغالي ولد الصحراء راجل والرجال قليل وانتم رخاص. الرجال يعرفون بعض محارب الرجال يعرفون بعض. انت تعرف غالي صحيح تعترف كيف نزل هذا ليش ندع عضوك باخيك اقيم الصلاه طريق تفضل طريق 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 طارق 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 طريق طريق طارق يدلع نفسه شوي ايه طرق. السلام عليكم. تفضل. طيب السلام ورحمة الله. بتار مو بزعلان مني صحيح؟ لا حبيبي خذ راحتك. لا عشان شيء لأني بعطيك مستويات شوي مو من بعطيك. لا 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 خذ راحتك حبيبي. أعطيك الامتحان الصعب فهمني. لا لا بد موجود. ما أنا رفع ضغطي لحالي فهمني. وأنت ما أعطيت أحد فرصة الله يعطيك العافية يرفع ضغطك وترفع ضغطنا معك. لا أنا أنا لا لا بس أنا بيوم شفت يتطرق للتاريخ. ما في مشكلة. أنت قلت له ما عندي تاريخ علما أن تاريخكم معروف ولكن طيب خلينا نعرف وش تاريخه. ما عطيتني فرصة نعرف وش تاريخ اللي هو يفتخر فيه. بتار يوم قلت له أن قلت له أن أن إدريس الأول كان يحسب هو كان يحسب على حسب مخ إدريس الأول اللي هو من السلالة العلوية صحيح؟ صحيح. تمام. يوم قلت له قال ما نتشرف فيه بس قلت له أنت تدري أن إدريس الأول هو اللي أسس الجزائر وتم بيعته في الجزائر. قال لا يعني قلت أنه ما أحس اللي شرف أني أتعرف عليه غير السالفة. أيه لأنه هو من أساسا من أهل البيت يعني حين يقول يتكلم بهذا الكلام فهو يقصد أهل البيت فالحمار ما يعرف إيش قاعد يقول. مين جبت المعلومة إدريس؟ إدريس الأول ما تعرفه؟ إدريس أسس الجزائر. مين جبت المعلومة أسس الجزائر إدريس؟ يلا خذ لك. ولا قالوا جماعة الخير لا عذر حموني دولة إدريسية كانت في المغرب يا أخي طارق 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 المغرب وين كانت دولة إدريسية كانت في المغرب تمام تمام أخوي طارق يرشون عليك من هوا فوق دولة إدريسية مو الخيمة هم الخيمة خلينا نسنا نتكلموا شوية تشرب الخيمة هل يرشون عليك هم الخيمة هاسنا هاسنا نتكلموا أبو الخيمة ورع البعير والخرابيط هذا أبو الخيمة الحين هل إيه لأن أنت ما فهمت على أساس على أساس جدك كان في برج خليفة يعني لا برج إيفل برج إيفل استغفر الله العظيم لا لا براويك اللي يعيش اللي يتكلم عن الخيمة وين عايش شيرونا للشحة شيرونا لجماعة الخير التكبيسات لا توقفون التكبيسات لأن يرد البث ارتفع ما في صدى ما في صدى بنت البث بالغلط يا اخي بنت البث بالغلط اقول لك انا انا جدي جدي صراحه اشك ان كان لحظه لحظه نشوف بدر بدر وينه قول حسابه بدر ما نعرف حسابك والله سامحني الغالي عاد اقول لك انا شاك ان جدي يا جاسم كان في عنده شيء برج في سمته في القمر هناك جدك كان قوقازي ولا عدمان ها جدك كان قوقازي ولا عدمان الحمد لله جدي ما لحس بوليخاريو كان قوقازي
لا لا ما لحس بوليخاريو. كيف كيف صح كيف وش قصده بالسؤال؟ قصده سب سب هو ما يعرفوا غير السب. ما سبيت ما نسبش لا لا ما نسبش انا. يعني يقصد الجينات الفرنسيه ولا انتم لانكم انتم تضحكوا على الاعراض ونسيتوا انه العثمانيين الحمد لله شوف الحمد لله وشكر ابوي والانجليز كانوا عندكم 127 قرن. ابن عربي الله. لحد ما توصل على سلاله الرسول صلى الله عليه وسلم صرت ارقد على جنب. والله ما تعرف جدك والله ما تعرف متأكد على حد الجنسية مسكين جنسية متأكد بس باقي حطوا جدودي كلهم ما قادرينش حطوا سمياتهم. تسويق الكذب. انتم لم تكونوا موجودين اصلا. ها لم تكونوا موجودين اصلا. يقطع الو يقطع يا المقطع يا زوري تعاطوني والله انا يقطع يا المقطع على شاكر الشام مباط حد وياي احمد الشحي. انا ظني يرشون عليهم شيء من فوق والله العظيم اقول لك هذا انصدمت مره هذا اللي طلع انا انصدمت مره يا جاسم كنت اتمسخر على الثاني قلت ادريس الاول تم بيعته في الجزائر طلع هذا الصاحي قال لي ليش تسذب؟ لا لا شوف أنا مرة من مناقشاتي جاسم من مناقشاتي وياهم واحد شو قال؟ قال لي اسمع أنتوا تاريخكم سطرين ودويدات تحتوا وما أعرف شو. قلت له وأنتوا تاريخكم شو؟ قال 200 قرن. تمام بطلع ولا قال اسم غريب قال ود الخيمه طارق نزلني ولا ايش نزلني؟ لا مو انا احد من المشرفين. تمام طارق شوف اذا ما تتوضع انت اكيد. تمام لا تتوضع مثل خلينا احنا بني ادم انسان مو بحيوانات احنا نسمع ماشي قال شوف فيك بني ادم احنا نسمع بعض صح يمكن اشوف فيك ثاني انت احنا في الخيمه تعرف برج باجي مختار هذا اللي يتكلم يا جماعة الخير عن الخيمة براويكم ايش الحاصل يعني. برج باجي مختار أكثر من بلادك ستة خط العطا. برج باجي مختار شوف اللي يتكلم عن الخيمة شوف نوفيق والضحكة صبرة وش ذا والصحب يجو صحراوي عادي جو صح حتى احنا عندنا جو صحراوي مو بهالطريقة الصحراء عندنا عندي صحراء هذه براويك الصحراء انت ما عندكم يوم براويكم غير الصحراء ما عندكم لا تل ساحل براويك شيء غير الصحراء براويك شيء بس انا اجيب تليفوني التالي بس انا اجيب شوف الصحراء المتطورة جيب الجوال لحظة براويك الصحراء لحظة يا جاسم وريهم بنايات المغرب وريهم صحراء المغرب براويك البلدان براويك تيستان براويك شيء احكي لي على بلادك ما تحكي ليش عن المغرب تمام براويك كل البلدان وين وصلت تجي دفع المغرب انت ليش نزلت صحراوي انت شوف نزلت صحراوي لانه شوف. كان يدفع تفضل شوف العالم شوف جيرانكم بس هذول جيرانكم بس يعز المغرب شفت عيال الملوك كيف عايشين شوف الملوك شوف السلام وين هاي المدينة والله صدق لحظة تطوان هذا بس الفيديو صدق يا جماعة المغرب هذا صدق صح ايه صدق ايه تشوف الاعلام مغربية شفت الناس وين وصلت شفت يا راعي الخيمة اللي تتهجم على الخيام
على اساس يدك كان في برج ايفل. اقول لك كان يلمس كان يلمس القمر. خليه يتوب. مغرب احسن بلد في العالم. بابالي فصلك يعني كفلامه قلبي ماما. براويك الصحراء، الصحراء عند العالم كيف، الا الصحراء اللي عندكم غريبه. كنت دائما بسال نفسي هي ليه صحراء. شوف الصحراء، شوف الصحراء عند العالم. شفت الناس وش مسوية في الصحراء؟ هذا الملوك الأخيار يوم يحطوا رجلهم مكان يا جاسم لازم يخلوها جنة. شوف الصحراء، شوف جيبون ما جيبون ما سبب لنفسكم، تجيبوا كلام لنفسيكم ليه؟ ليه يا بيك؟ ليه يا بيك؟ راح يجيب جوال الثاني اللي فيه فيديوهات. لا يا سيد دور، هو يا سيد دور الحين بيطلع شيء ذله. لا 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 الله لا. شكرا يا اخ، شكرا شكرا. الحين الله انا عجبني ردك يعني، قال له انت جدك كان عايش برج خليفه. ولا تطفي في الميكروفون. يا كنتوا تحكيوا تاريخ، احكيوا تاريخ. اسمه مايكروفون. تتكلم على الخيمه لا؟ كنتوا تحكيوا على سالم بن تومي. احنا الحين ردت، شفت سبحان الله العظيم يوم تنهزمون ترجعوا لنفس النقطه، ليش ما خليت نفسك معزز مكرم في نفس النقطه؟ يا لي معزز بالسيف عليك انا. جاسم ننتظرك اذا ما يالهم حقبه من الزمن تسمعي يقول لك خوبي خوبي خيلي خوبي تشيتوري تف على وجهي. في شيء ما بيعجبه جماعه الخير، تشير البث المشاركه اللي بث ما حد شارك. تمام لحظه شوي، لحظه كنا راجل كنا راجل كنا راجل وتناقش معي. خليك انت تكلمت عن الخيمه صحيح، كنتوا تحكيوا تاريخ. ايش دخلت الخيمه في الموضوع؟ ايه انتم اصحاب خيام سبحان الله، معروفين بالخيمه والابل. الخيمه عمركم ما تحصل جنب الخيمه والابل هذا الشيء. اي عمركم ما كنتوا حضاره انتم، وهذه الحضاره اللي خلقت انا اقدم مدينه عندي في الجزائر عمرها 27 قرن. هذه هي عندك. اسمع اسمع نص الفارقه. انا اسمع اقدم مدينه بيت عندي... في الطوب في الحجر. اسمع انا عن... اسمع انا عندي هيبون، عندي سيرتا. وش عندك انت؟ لا ايش اسمع يا عمري يا عمري الضحك المصطلح ايش اسمع هبون. هيبون هيبون الله المستعان. يا جماعه ما تنجمش تصنع تاريخ، ما تنجمش الاول عمرها ما تصنع طلعت التاريخ صح. اسمع 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 عندك اسمع اسمع ما هو الواقع. اسمع الاول عمرها ما تطلع لك السروال. اسمع الاول عمرها ما تطلع لك السروال وتصنع. سبحان الله وصلت لاناقش مستويات من هذا المستوى، طلعتني عن طوري. والله انا اعترف لك انك هزمتني، تدري ليش؟ لانك خليتني اغير الموضوع واتكلم في اشياء تافهه وانزل لمستواك الارض وارجع لمستواك. الصورة هاي غلط، سموح جماعة الخير، اسمع عذور من اخوان الجزائر، اسمحوا لنا هاي غلط. لحظة هاي غلط، هاي غلط، اسمحوا لنا اعذرونا جماعة الخير. لحظة وين الصورة، وين الصورة، جيبوا لنا الصورة على السريع. استغفر الله العظيم، هاي الصورة غلط غلط، اعذرونا جماعة الخير، اعتذر من كل شعب جزائري. تمام اللي اختار اللي مو محترم نفسه لا يطلع بث لا يكلف نفسه. تمام خلنا من الخرابيط هذه، انت رجل مبرج الخيمه ما خيمه على الصحابه. لا انت وين ودبي وين والامارات وين والمغرب وين والتونس وين والجماعه وين وانت وين؟ انت لا تاريخ لا حاضر لا مستقبل. والله العظيم انك تجيبون مسبه للناس ثاني، استغفر الله. خلاص الشحينه زعلت. ها زعلت خلاص. ليش زعلت؟ فا زعلت. ها خلاص زعلت. بجيب لك شو اسمه زين. ليش احنا مو متقدمين مثل الجزائر؟ لازم احنا نتقدم مثلهم يا اخي، نسوي بنيه تحتيه. ليش ما عندنا تاريخ؟ زين ليش ما عندنا تاريخ؟ والله غالي خلينا وليش ما استعمرتنا فرنسا؟ لا انا اقول لك ليش.
انا بخبرك ليش يا جاسم. هل في لا وانا بعطيك سؤال احسن. تعتبر انت تعتبر يعني الدول تتقدم في بترول او في مساحه او في جند او الى اخره؟ شو ولا 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 الدول تتقدم باراده الرجال الغالي؟ انت تتكلم انت تتكلم خويك من الامارات ما تتكلم واحد جزائري. مصيبة ان تدري حتى في نقاشاتي في الحياة الخاصة صرت اتكلم بنفس اللكنة ونفس الرمسة، احاول اكلم البني ادمين بنفس الاسلوب، انزل لادنى مستوى لحاول اوصل الفكرة. بثار اعذرنا والله ما انتبهت. وكم عندكم الشهداء؟ الحمد لله عندهم بما يكفي. لا الشهداء هي الثروة، خلي الشهداء على جنب الموضوع. لا حول الله، فاتك يا بثار، فاتك فاتك. الحمد لله ان فاتني. الحمد لله انه ما صدمك. انا انصدمت ان هم يولدون في شو اسمه في برج ايفل. احنا شو اسمنا احنا ما عندنا كلمه من زود حبيبي. خلينا نحدد الهدف. بس عجبني ردك يوم قال انت بالخيه، يوم قال عزيز انت خلقت برج ايفل برج خليفه. قلت له لا، قلت له يدك انت شكلها مولود هناك برج ايفل. برج خليفه قلت انا. الله العظيم انت صححت المعلومه، خليته برج ايفل. ايه لا برج ايفل افضل. لا حول ولا قوه. حاسي مسعود ارض بترول تعرف؟ حاسي مسعود انا صرت له حاسي مسعود فيها مطار صغير. جماعة الخير سووا مشاركة للبث، لأن المشكلة نزلت المشكلة أنا إذا رديت زين ردي بيكون قاسي، وأنا ما بيقسي عليكم صراحة اللي تكتبون تحت. ما تقسي على الأقل أنا اللي حاكمين ما اسمهم أبو جراد بوقاف. لا 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 تروح بعيد، شرحي حاسب بعيد. يا أخي أنا أحس إني زعلت بالتاريخ. أقول لك زعلت ما شيء، أنا والله مصدع شوي قاعد ولا فيني نوم، قلت أجي أشارك معك لأني هزمتك في الجولة صح؟ كأنك تعرف بعد أشاهد وقتي. بكار تم هم يعرفون أن معظم القبائل العربية على مستوى الوطن العربي أصولهم تنجذر من السعودية. هي ترجع لعدنان أو قحطان، لكن كيف تفهم ذوري؟ أرض الحجاز هي منبع القبائل، منبع العرب. لا أنا سمعت اليوم من الجزائر منبع العرب. لا تستبعد والله إذا صار عندهم إمامين، إذا صار عندهم إمامين واحد بعد متقدم جدام. والله نعم. على ذكر يقلدون واحد في الحرم، بس المسكين كان جالس على كرسي. إيه للأسف التقليد الأعمى. اي والله. بس انا سمعت ان الشيعة ما يصلون ورا السنة صح؟ يصلون بالصف واحد بطريقة الرافضية. صلوا بس الجزائر. في واحد يوصلك رسالة يقول قل له انا زعلت ليش ما جربت فرنسا فينا تجارب النووية. هي جربت، بس اظني هي اي فترة كان تم تجريب التجارب الكيماوية في ال لا هذا واحد جربت فيكم بريطانيا تجارب منوية. انتم حد في حد يعني جربت فيكم بريطانيا تجارب منوية؟ طيب بريطانيا على الأقل اسمع على الأقل أنا ما أتزوج في الحمير. لا تردون عليه يا جماعة الخير، لا تردون عليه ولا جاسم اسمعني، هو رد وسخ صح؟ أنا ما برد عليه رد وسخ، ولكن أنا برد عليه رد عقلاني. على الأقل أنا ما سموني فرنسيين أبو جراد أبو قاف أبو حمارة أبو تيسة أبو ما أعرف منو، صح ولا لا؟ الفرنسيين سماهم الجربيع الزرقاء عشان تجارب الكيماوي. آسف النووي. الحين هذول ليش يجيبون مسبة لنفسهم ويعرفون انهم اكثر شعب سهل انك تقصبه؟ يا رجال بيوتهم قزاز ويحلفون الناس، ما ادري ايش العقل اللي عندهم. انهم اكثر، شوف انا يناقشني تونسي ما اعرف تفاصيله صراحة، يناقشني مصري صعب اني اقصبه، مش جزائري سهل انك تقصبه ويجيب مسبة لنفسه.
شفت هذا اللي طلع قبل شوي بكار يتكلم عن الخيمة وكذا والصحراء، فطلعت له فيديو من الجزائر انصدم، قال له هذه صحراء، طلعت له الصحراء في المغرب والصحراء في الإمارات، خلاص قال رجعوا للتاريخ. أنا ما أدري ليش هم يتكلمون في التاريخ، إذا تكلمنا في التاريخ يقولوا أبوك وأمك. والله العظيم علما يعني أني سمعت وزراء يعني في الجزائريين يتكلمون، سمعت وزراء في الجزائر يتكلمون يقول لك يا أخي لا تتكلمون في التاريخ كجزائريين لأن ما عندنا تاريخ، ويجي يقول لك التاريخ. أنا بقول لك ليش، لا أنا بقول لك ليش، هم عندهم نقص حنان الأم زين، خدوا حنان فرنسا بس ما خدوا حنان الأم، المشكلة يعني والله إنها مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. جزائري أنت صح؟ لا 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 مغربي أخي، أعوذ بالله من الجزائر ومن أهل الجزائر. أخي لأني قد قابلتك فأبغى بس أتذكر، تفضل. شكرا. عند أبو علي أنا مالي دخل أنا ضيف، تفهم أنت أبو علي؟ لا لا أنت راعي البيت. لا والله ابنها راسي يعاودني خليني بس متابع في صمت عيجيني النوم يا أخي اللي قلت أسمع صوت. لا لا عندي غير نقطة غادي نناقشها، نقطة واحدة وواحدة غادي نقولها ونهبط. النقطة اللي غادي نناقش هي ديال الإمام، مسجد بإمامين. المسجد الأول كان شاد لايف البث في تيك توك، والمسجد الثاني كان موديراتور بيقول للمصلين كبسوا كبسوا كبسوا. هذه نقطة. والنقطة الثانية هما هادو اللي كيسبوا هنا في الجيست اللي كيشتموا ويسبوا، هادو ولادي، هادو كنت أنا في الجزائر وخليت هادو ولادي. لا 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 العراق، لا في العراق، لا في العراق، لا لا سبوا، لا سبوا، لا في العراق، سبوا الرجال. لا 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 شكرا انت في تعليم، شكرا يرحم الله. لا والله وشكرا لكم انتم قايمين بالواجب. شكرا الله يسلم. ف ما داعي لا شوف هم تدري الجزائري اذا خلانا نسب وننزل لمستواه فهو هزمنا في النقاش. نعم هو لما تهزمه في النقاش يقول ما كانش منا ما كانش منا، هم مجتهدين في الكذب ولا غير، عادي في الارقام في الكذب. على على فكره لتحت جاسم يم يكلمكم بهذا الاسلوب يصي اختبركم، ولكن انتم ما تطلعون حتى اهل الاختبار عشان يعاملكم بمعامله الحسنى. والله شوف شوف اسلوبي يوم فتحت البث كيف كان اسلوبي محترم، من الحين محترم، بس لازم يطلعونك عن دينك. انت تتكلمنا بالتاريخ يتكلم لك عن الرجوله والذكوره والشرف والخرابيط اللي بدون بيض. اللي تحت بعد ازعل عنكم اللي في القسط، لا حد يمش... ما حد فيكم يسوي مشاركه للبث ولا حد جالس يكبس. اطلع لهم بوغاتي انا من تحت الحين ليدعمهم واحد ورا واحد. والله العظيم بكار راسه يعوره، لا حد يكبس لا حد يشير. اخواني الجزائريين نازلين فينا السب خلف من الصبح لين تحت الحين. جاسم حليله جاسم المسكين بعد جاسم مسكين فقير سبيت وقذفت وبعدك لين الحين لينك الحين لين الحين شكرا يا بقاتي. هذا بقاتي شكرا شكرا بدر ويلكم. شكرا يا بدر. هذا بقاتي، هذا بقاتي من عيال البلد. ايه من عندنا من عندنا. هي شوف زين خلنا رمزه تحي بعد زين. لا لا مو ما نجح اولي. لا ابوي لا انت تكلمت تحي من طريق المطار. اقول لك اقول يوم طلع واحد جزائري يتكلم وياه فرنسي كان اقول له تخبار صل الصوم ولا تخبار هلا. يا ابوي استغفر الله العظيم. انت تصدق يا جاسم ان في السعودية في منطقة من نسيت اسمها نفس لهجتنا بالضبط هذه يتكلمون هناك بس بسم ثاني مو بشحوح. شو اسمه هي صوب الجاسم تراك قلت انك شخط ضمير. اي والله بدر كان ودي اقول هزمته قلت شخط. ماما انجليزي منيح. ما حد يفهم كبس كبس ما حد يفهم الرمزة غير انا وانت ولا. كان ودي اقول هزمته بس بدر وين والله بدر ما شفتك يا اخي. لا حول ولا قوه بالله. جماعه الخير اخواننا في المغرب لا حد يطلب قسط رحم الله والدينكم، حتى اللي في تونس لا حد يطلب قسط، القسط مليان لا حد يطلب قسط. لا لا جاسم انت لازم تشوف لنا حل كيف احنا ما عندنا تاريخ.
بتجوب نأجر تاريخ ما عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والله الليلة عرفت سر خطورة الإمارات، دولة بسكان محدود بمساحة والسكان جد محدودين. ايوه راح ترهبوا دول كبيرة. لا لا بس جاسم لحاله، لا تكلم على 1.5 مليون. والله يا اخي حتى الامارات اصبحت قوه اقتصاديه وسياسيه ترعب الدول. بس يا اخي الطابور خلف اخر مؤتمر مرعوبا. بس للتصحيح لم يتصحح المعلومه، وصلنا 3.5 مليون. يا اخي انت احمد الشحي، هذا الشيء انا عارفه 3.4 مليون، بس انا اتكلم لك باللسان الجزائريين. يا انا عندي طلب لو سمحتم. تفضل. ان يقدم لمجلس التعاون الخليجي، عندنا جماعة في تندوف. روحوك الجماعة اللي في تندوف. خلاص القم. عثمان 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 الشهيد. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله عثمان. الله يحفظكم. عثمان بالأمازيغية تعني البرق. أوكي. سؤال آخر. خط هو مخوط. يا يا سبريكي نيدلاندس وفضات. بس بس خلك هني، البقية ما أعرف، كمل. أوكي جاسم أخي، وش كتعرفوا على إسرائيل؟ في سنة 1948 أخذت 50,000 جزائري مسلم للإعمار، هل عندكم هذا المعلومة أم لا؟ والله ما يعرف المعلومة هذا. أنا الجزائري اليهود. لا 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 لا، ماشي الجزائريين اليهود، جزائريين مسلمين 50,000 هم. لا لا هذيلا، شوفي للمعلومة، هذيلا اللي شلوهم الجزائر هم يهود جزائر بمسميات والظاهر إسلامي. لا لا لا، إسلاميين أخي، هو أخ جبارة عنده كل المعلومات. نتمنى تتكلمين عن التسليم الفرنسي. سوري التسليم الفرنسي هذا شيء ثاني، ولكن في تهجير فرنسي وفي تهجير من اليهود على اليهود في إسرائيل. لقد جاء اتصال. يا أخي أنا موت وأعرف بتار وش اللي عور راسه اليوم، وش اللي زقنا مسكين، عنده هم. مصدع والله يا أبو علي، عنده هم. عندي هموم والله، فزادوها هموم الجزائر. يعني لا تشوف انت على قولت واحد سعودي، لازم تسافر عندهم وتشم ريحتهم. شم ريحتهم في البيت ذبحيني والله، يذكوني انا وجاسم عكس القبلة والله، عاد يحبوننا مره انا وجاسم. لا واحد عجبني، واحد محط له كنت اتكلم، انت تتكلم اقول لهم، يقولون ليش انت تنادي على بطار، اقول لهم انا وبطار مثل فرعون وهامان. واحد حط لهم فيديو في اليوتيوب قال لهم هامان وفرعون هجموا على الجزائر. والله والله العظيم اي بس ادخله كلهم يقولون وين جاسم. تعرف انا ما ادري صح. لحظه جاسم بسالك، في سوريا عايش في الجزائر سألني سؤال في بث، قال جاسم يدفع لك وانت تطلع معاه. طبعا هو كان في المغرب وطرد من المغرب راح الجزائر. تعرفه اسمه ابو انسيت، هذا اللي كان يطلع في السوشيال ميديا وكان يتكلم وايد على المغرب ويسلم. يطلع يفتح بث لايف بوجهه يا شيخ. انا اتوقع انه في المانيا. يقول يعرفك يا ابو علي معرفه شخصيه، يقول والله العظيم، طبعا هذا كلام في البث، اني انا اعرفه وانه في المغرب وعايش في الامارات عامل. الزبده من ذلك الكلام قلت له طيب كيف عامل ويعطيني فلوس؟ انا والله اول مره اشوف عامل تاجر، يعني كان قاعد في ديرته. والله العظيم يا بدار قسم رب الكعبه وفتح لهم الكاميرا على سيارتي، والله العظيم بيطير مخه. اسمع مرة كنت في المغرب موجود، طلع واحد قال لي يا جماعة الخير هذا يشتغل تحت يد واحد في، مو بالإمارات، هذا مغلط في اللهجة. مغلط في اللهجة، قال لهم هذا مغربي عايش في السعودية يشتغل تحت يد واحد سعودي. فتحت له الكاميرا، هو موجود، كانوا يا دمير. فتحت الكاميرا اللي تطلع على البرابوس الجي كلاس.
طلع الكاميرا موجود المقطع باليوتيوب، طلع واحد سعودي اسمه منصور قال الحين فرضا انه يشتغل تحت كم يعطى هذا الانسان في الراتب اللي يقدر انه يسوق سياره مثل شيء، حتى قال له مأجرنها، قال له حتى لو كم الايجار. لحظه ابوي بتار نزلوه ليش؟ سبب انتهاكات المجتمع. ولا انتهاك المجتمع. بتار انتهاك المجتمع. بتار ردي عليهم دعواك يوصل قريب للكعبة. تشوف الجماعة صاروا يطالبون ومطلع واحد جزء. يا أخي المغاربة ما خلونا شغط المجتمع. جماعة ما خلونا ما أعطونا فرصة. أنا غيرت الصورة للطلب من إخواننا في الجزائر، قال غير الصورة وغيرت الصورة عشان شيء. السلام عليكم. عليكم السلام. مساءك لاباس. الحمد لله. رحم الله والديك. إذا تونسي ولا مغربي؟ شكرا. والله أنا نص جزائري ونص مغربي. بس اللهجة سوري. لا لا لا، أنا عايش بالإمارات وأصدقائي تقريبا كلهم من لبنان وسوريا. ما شاء الله تبارك الرحمن. وصار هيك هلا صوتي هيك ولهجتي هيك. تتكلم أفضل عن كومار. تعرف كومار؟ ومين ما بيعرف كومار؟ تعرفه؟ حياك الله. الله حيك. تفضل. أنا بدي بس أضيف نقطة على موضوعكم. أنا بدي إياك. كيف؟ تفضل. أكمل هيك ولا أحكي مغربي جزائري؟ قول كلمتين بالجزائري وثلاث كلمات بالمغربي. خلاص ماشي. سيبون نحكي معاك أنا جزائري. لا أنا فرنسي. لأنه هيك والله صعب صعب يعني صعب. هو جزائري بحت. لا بد أني نحكي فرنسي شوي. صعب عليكم صح؟ يعني أنت جزائري. والله أصلاً الأمور طيبة. كمل. الأمور طيبة ماشي. أكمل عربي ولا جزائري؟ يا باشا كمل. ترى والله ساعة سعيدة هذه لما شفناكم وحكينا معاكم. تعرف كومار ولا ما تعرفه؟ كومار؟ إيه. لا والله ما بعرفه. مين كومار هذا؟ بسمعك. أوكي مسمعني. سمعك من هو كومار. تعرف أغنية كومار يا؟ أسمعكم يا جماعة الخير، أول مرة معنا فيها شيء. لحظة شوي. أنا اسمي كومار أتي كل نفر والله صديق كل نفر يحبنا إلا كفيل كفيلنا. أنا اسمي أنا كومار كفيل كلام أنت حمار. أنا اسمي أنا كومار كفيل كلام أنت حمار. بابا أنا شبا كبير ماما أنا مريض كثير أخو أنا كله صغير فلوس أنا ما في كثير. أنا اسمي كومار أتي كل نفر والله صديق كل نفر يحبنا إلا كفيل كفيلنا. أنا زواج عشرة سنة مدام هلو سمسم أنا عشرة سنة شغل هنا ما في. ما عليك بدر، ما وصل للمقطع اللي تكلم عنه. أمورك طيبة بدر؟ يا أخي بدر خطير والله العظيم. من هذا الإنسان بدر. والله عندي سؤال بس، شو فايدة هذا الكومار؟ ذكرتني بكومار بس عادي الأمور طيبة، لأن كومار هذا هو خليط بين باكستاني بنغالي. خلاص بدر أنا عارف السالفة. الخليط باكستاني بنغالي، فهو كان عنده إشكالية يوم يتكلم، هو اللهجة مقاربة مع بعض نفس الشيء. تمام. المهم الأمور طيبة، كمل كلامك. يا أخي بدر خطير يا الشح. بدر خطير. زرت مراكش ولا أقادير من قبل؟ مراكش اللي ماروك صح؟ آه بالماروك بالمغرب. جاسم؟ زرت مراكش. جاسم في حد مخفي؟ لا أنا بدي أسأل الناس، مين أفضل مراكش ولا وهران؟ يا أخي شوف، وهران جت على البحر صح؟ ايوه. بس مراكش مو على البحر. انا مش قلت لك الموقع، قلت لك مين افضل. لا شوف، ما فيك تقارن. اذا تتكلم عن مراكش بس فندق واحد فيها يسوى ظني وهران كلها، لان تصنف من
تصنف من افضل الفنادق في العالم ترى. واحد في مراكش وهران وهران في وهران على البحر جوها جميل. وهران طابع جميل. انا احب المدن اللي احبها في الجزائر، الجزائر العاصمه عنابه وهران. صح. وفي المغرب؟ في المغرب طنجه، مراكش، غادير، مدينه الداخل اللي في الصحراء المغربيه. ايوه طبعا كازابلانكا. كازابلانكا والله بجايه، والله بدر بجايه، والله بجايه وجيجل، بجايه وجيجل عندهم في الجزائر جميله، بس البنيه التحتيه مهترئه، البنية التحتية في الجزائر مهترئة، مراكش بنية تحتية متطورة. والله كلامك صح، ما راح نزعل احنا الجزائريين، ما راح نزعل. تفضلت انا بعزمك، انا بعزمك في قيصرية عزيزة هناك في فراش تمك، والله احسن مكان تقعد فيه. وين هاي؟ في درب السلطان. واو انت صرت تعرف درب السلطان؟ ها؟ انت بتعرف درب السلطان؟ عفا عليك انت بس يا جاسم. تفضل بدر سموها ترنا بدر 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 حذر نهائي للحساب والله. اي والله اعوذ بالله. الحساب هذا جديد ولا لا؟ هذا كان مبند بس. جماعة الخير متابع لحساب بطار على السريع على السريع على السريع، مشاركة للبث، متابع لبطار، تكبيس وتشهير وما ادري ايش خرابيط هذه اللي بدون بيض والبيض بعد، سووا متابع لبطار الحين على السريع. بصيح حسابي طار. لا لا بصيح والله حليلك اليوم. وصلوا ألف لحظة، وصلوا ألف على السريع. جاسم طارق يقول لك عنابة أفضل من كازا، والله ما تشوف حمار. إيه الجزائر أفضل من دبي بعد. تفضل شو اسمه، وصلوا ألف، باقي 60 على ألف، تفضلوا على السريع على السريع على السريع على السريع. جماعة الخير الطار على السريع، وصلوا ألف 960. يلا زين 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 على السريع 970. يا أخي فاشلين جماعة الخير. إخوان في المغرب اعذرونا اعذرونا، خلنا الجزائريين يبهرونا في الموضوع في التاريخ. الله يرفع قدرك يا أمس. 180 على السريع يا جماعة الخير. ما عليك الحين أدخل أجلد كراغرة بيطلع. لا لا لو سمحت مو كراغرة، الجزائريين. الجزائريين آسف. رجعي منك. 89 990 يعني الحين عوضتني يا ابو علي. ها لا كذا عوضتني. حسابي ذاك 4000 طار. على الاقل توصل، انت تستطيع انك تفتح بث. لا اي جماعه الخير بعد شوي سوي بطار متابعه. حسابه جديد ولا قديم؟ لا لا انا حسابي قديم. اي لا حسابكم مو طيب. انت انا ادخل بحسابي هذا دوم اساسا. انت عندك فلوس تشتري متابعين؟ ما اخاف انا يعني، انا مسكين فقير يا ريال. يا ياسف خيمه ما عندي تاريخ. ايه يا ياسف خيمه بعد قال لي جسمه. الله المستعان على ما تصيفون يا اخوان. يلا يا جماعه يلا بتار وصلوا ألف، باقي 5 بس. لا وصل وصل، لا باقي 4. وصل وصل ما وصل يا اخي، ما ودي يوصل بتار حليل المسكين اليوم فيه وفي الحيط. أنا بروح مسجد، قصدي بروح للثانية أدور لي أحد يوصلني. باقي 4 بس. 4 يا جماعة الخير، في ناس ما تعرف. 3 1 2 1 3 1 1001. وقفوا وقفوا يا جماعة الخير، لا تعد، لا كان لازم تخلونها في 1001. خلاص وصلت 1003. لا وقفوا جماعة الخير، وقفوا جماعة الخير، وقفوا لا لا الحين باخذ فلوس. يوسف المغربي والله ما ادري تتكلم على جمال، كان تتكلم على جمال القاذف، فانا ما اشوفه للاسف، ما اعرفه شخصيا. لحظه جانا واحد اسمه المدمر. كله دبابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوفت هاي اللايفات اليوم على الإماراتيات، فوائد الإماراتيات هناك، الإماراتيات اليوم فتحين فوائد الإماراتيات ولا شو؟ هذا زبال في المانيا. بقول لك خواتر الإماراتيات، كس أمك الشرموطة. هذا زبال يا رجال في المانيا شغال في مرقص. لا مرقص ذا، هذا لا لا الثاني، هذا اللي هذا اللي اغتصبوه الباكستانيه في المانيا في محطه القطار.
يا اخي اشوفه يشحذ يا رجال وسط سياره هو سكسوكته يا شيخ زباله بالزباله. هذا مطرود مطرود هذا شيء دخلت يا رجال عريته هو الجزائريين اللي معه وزعل علي. لا ابوك لا ابو من رباك يا تربيه اليهود. خله خله عادي. لا هذا تربية اليهود شوف ربوه اليهود في علمانيا. الله في أخت محترمة بتار حط سمع. قاعدة في حياتك طالما تشوف رجل يتكلم على على أعراض النساء عرف أن هذا مقروص من النساء هو خروف أكبر خروف في الدنيا. المصيبة المصيبة ويتمنى ويتمنى يحمل مكانهم يعني. المصيبة أخوي أن الرجل يحط خصمة حرمة ويتكلم على حرمة هذا تعرف أن تربى في بيئة معليش على الكلمة يا جاسم دعارة ويحسب الناس كلهم زيه. الرجل المحترم دايم ما يقذف النساء مهما كان ديانته ومذهبه ولكن في ناس للأسف متربين في بيوت الدعارة ويشوف الناس مثل أهل بيته مع احترامي لأن أي إنسان محترم أي إنسان غير محترم يشوف البنات كلهم غير محترمات. النور مشكلة بعد مدمر عابد والله من يوم شفت وجهك اساسا وانا عارف انك نعال ابن نعال اللي رباك مو انت مو انت ما انت برجل ابوك اللي رباك مو رجال اساسا ما عرف يربيك وابلشنا فيك في البثوث خلت تنصحني لا انت ولا عشرة مثلك انصحني من يتطاول على الامارات كان تطاول على السعودية يا جبان حنا عندنا ولاء لاخواننا ما حنا مثلك بياعين دولة ما فهمت وش كان يقول اساسا ما لا لا انا فهمت لاني قد دخلت انا يا بث و ودعسته هو الجزائري اللي معه مجمع جزائريا معه أربع جزائريين وأنا الحالي غسلتهم كلهم في الأخير نزلني بس إني يكفي إني عريتهم يقول ردوا عليه ما أنت بقادر لا أنت ولا الجزائريين تردون علي أنا ساكت احترام لأخوي جاسم ولو أقسم بالله لو أنك جاي بثي ولا بث أحد أمون عليه يعني خليني أخذ راحتي لا أعري أمك يا ابن الفلسطيني اللي بعد دولتك جايني تتكلم على إخوان الإماراتي وأنت ما أنت بكفو نعال أصغر إماراتي ولا اقولها والله اتملق ولكن اقولها وانا صادق لان قد دخلت بثوثك وغسلتك كنت تطاول علي مره رايك بعطيه اجمل حظر يا رجال يتملق جالس لي ذاك اليوم يتكلم اقسم بالله العظيم اني عريته اللي معه يقول يا اخي انت ما لك علاقه في الامارات لا انا ربيك انت واللي تطاول على اي دوله عربيه شريفه خل الجزائريين انت مجمعهم عندك كلكم خونه لاحظ شيء لاحظ شيء انه سبحان الله الرجل كل اغلب اللي على قولتهم المخانيس كلهم يتكلمون عن النساء لأنه ما عنده ما عنده أمل إنه يكلم أي حرمة إنه يسوي علاقة مع حرمة أو إنه يتزوج لأنه خلاص مغسل يده من الحريم فهمني كيف لأنه هو أمله في الرجال أمله إنه يعيش أشياء مع رجل أو إنه يحس إحساس مع رجل ثاني أو شيء أغلبهم يسبون الحريم وينتقدون الحريم ويفتحون بثوث على الحريم هذا الشيء اللي لاحظته وأغلبهم تحصلهم إن ينامون على بطنهم هذا شيء منطقي يعني الإنسان إذا الإنسان إذا هو صدق إنه يحب الشخص بدر أمنيته يقول إيش اللي بدش كانت زلة فلتة لسان يعني تفضل الأخ بلال السلام عليكم أخي جاسم الأخ بطار والأخ الآخر تحياتي لكم السلام الله يسلمك والله إلى أخي جاسم أنا مغربي أنتم مطبعين مطبعين وسيتوا تهضروا على سيادكم أنتم مرجان أنتم طبعا. أول شيء سير تعلم كلمة تطبيع شو معناتها سفيان 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 معلش اسكت 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 بالله فمك بلع فمي بالله فمك اسكت كيف بلع فمي تحكي لغة عربية ما بتعرف انت. أنا خائن طيب استاذي بسأل عن وزارة التربية والتعليم من وزيرتكم في 2014 ما عندي رئيس عندي مالك أنا مالك ولا رأي نورية مالك خائن غبريط ايش سوى لكم مع وزارة التربية والتعليم علمتكم الشذوذ الجنسي مطبعين خوانا شالت الأسامي شالت البسملة من الآيات القرآنية والكتب التربية يا أخي أنت غبي أمريكم زوجة بيكم أمريكم زوجة بيكم خل أمريكا يا أخي حنا لكن أنت أمريكا وبريطانيا السعودية صهيونية وبريطانيا يا أخي أنت شارب إيش تتعاطف اسكت بالله بتار 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 دقيقة بتار والله سفيان راسي عوري نزل نزلت أنا نزلت شوف سفيان أول شيء سير تعلم العربي ثاني شيء المسلم المعلومة بس حطي حلقة بين أذنيك المسلم لما يشوف حاكم مسلم وإذا زار هذا الأرض ينصاع له بالإسلام تمام
اي حاكم تطلع قدامك مسلم انت تنصاع له بالاوامر كمسلم. حط هاي قاعده في 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 حلقه بين ودنيك. اما يجيك واحد تتكلم في في مثل مهاترات النساء قالوا 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 قلت وانت 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 زين عرف نفسك سير وغير ملابسك البسك ملابس داخليه مال النساء تمام ويجيب لك طبلتين وارقص في الشارع تاخذ لك قرشين وترتاح بس وانتهينا. اما انت بتتكلم في اسلوب اللي هي اسلوب النساء هذا غلط. خلك رجل تتكلم بعقول الرجال. بسمع شوي من الروبوت عندي. سلامي عليك ولعنتي عليك يا سفيان يا نتن يا وسخس قليل ادبا. السلام عليكم جميعا والسلام حتى على من لا يرد السلام. السلام على من يحسب نفسه من شعب الله المختار والسلام على من يظن نفسه ضمن الجنة وهو يأكل لحم نساء الجيران ولا سلام على من يرى الإمارات والمغرب في الأحلام. وعيدكم مبارك. لحظة يا جماعة بث انزل أحمد 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 تقييد السريع روح افتح بث حد يا جماعة الخير روح يفتح ويدين جولة بتار افتح جيني جولة جماعة الخير تكبيس رحم الله وادينكم. تكبيس يا جماعة الخير حدد ان بتار انحضر انا انحضرت الكل انحضر جاني تحذير علامة تيك توك يا جماعة الخير ما ادري وش الحاصل الضعف سبحان الله الضعف عند الجزائري يوم يفشل في كل المجالات لازم انه انه يبلغ. احضروا حسابي استغفر الله مرة ثانية ايه لا ابوي والله العظيم شكلك عزفت على الوصر الحساس لا والله اني ماسك نفسي غير لحظه غير الصوره حتى يروح الحظر صحيح غير الصوره لا هاي الصوره عيب لحظه لا بالله خلا باخذها بالله نبيها كم تدفع ها كل صوري ناخذوها انتم لا لا انا اخذتها والله ما علي منك تشيلها بسرعة هذا ايه اقول لك ايه استغفر الله العظيم الكل خذ الصورة عوذ بحقوق النشر يا جماعة الخير هذا مقعد العثمانيين ومقعد الفرنسيين تدري شو تدري حسابي ذاك الله خلها بيني وبينك بدنا نعلمك خلاص خلها بيني وبينك خلها بيني وبينك بعدين اكلمك خاص بيني وبينك بيني وبينك عتاب جماعة الخير موسيقى لازم اسوي موسيقى موسيقتنا هذه موسيقتنا الحظ انت حمار استغفر الله هاي يقولها الاغنية حق بعد حقكم لا تقولي بعد تصير نضارب على الاغاني يا اخي ادفع ادفع تقريبا 15 دولار في الشهر على شهرات ليشلونهم وبعد الحين احصل لا انا اصمت اغني اطفال Спасибо.
المغربية عاوناتها وعضت لها يديها. دونك انايا كمغربية وكنتكلم